طيب نرمين، يمكن انت رحتي وجيتي واثبتت نفسك، فكان موسم بالنسبه لك لازم السنه دي تثبتي نفسك وقد فعلت يعني. انا السنه اللي فاتت طلعت اعاره سبورتنج، كانت سنه يعني، ولما خلصت اتكلمت مع كابتن حمدي، قعدنا اتكلمنا مع بعض يعني، وهو قال لي ان احنا يعني ترجعي تاني وكده. بس فطبعا هو اصلا الموسم اللي فات كان متابعك هناك. هو اصلا الموسم اللي فات اصلا هو كان تحدي بالنسبه لي، ان انا اصلا عمري كنت مفكره اطلع من الاهلي يعني. بس لسبب ظروف معينه طلعت وكده، بس والحمد لله يعني كان موسم معاهم كويس الى حد ما، واخدت احسن لعيبه في بطوله العربيه في الشارقه. بس وبعد كده ما اتكلمت مع كابتن حمدي قال لي احنا محتاجينك وترجعي وكده بس، والحمد لله وعملت موسم كويس. الحمد لله.